الظلمة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة عربية ولا مش بشنية نسات القضية وهوية إسلامية فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة عربية ولا مش بشنية نسات القضية وهوية إسلامية كلها إسلامية ناس أبرياء كتموت في الحروب نساء أطفال متشردين تاهين شكون عندو مصلحة من غير السياسيين ردوا العالم كله جحيم والناس في وسط منه في عذاب دول كتيرة كتعاني من الكذوب والنفاق قرارات مزيفة بالآلاف شكون هدر وشكون دوا الفقير هو اللي يتقوى فلسطين تحت النار القدس تحت النار ولات كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل نهار الناس كتموت الناس كتعتقل لو قال مشروع حيت من بكري وهي خدامة كتحصد في أرواح البشر هذا حرام هذا عار الناس موج بالآلاف ما كانش السلام فلسطين ولات عندها البوت فابور القدس هي فلسطين صوت الباطل ولا مسموع عربي مسلم دبور خاص ولا متبوع مستقبلهم ولا مجهول ما بقى ساكت تشوف لو تهضر وزيد قول زيد قول فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات مشلية نسات القضية وهوية إسلامية فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات مشلية نسات القضية وهوية إسلامية تمنيت تحية المسلمين شكون مبشورة ما كنتش ناوي شي نهار غادي تقلب بالصورة كتشوف الامال مرسوم في خيانة ساعة غير اوهام قاعدة كدوز قدامنا رخنا في احلامنا وسلام كيبان في منامنا قاع لي مازال صامت بلغوا لي اسلامنا ابغيت نفيق من هاد الحلم مبغاش يتحقق ما كنتش كنظن بلي احلامنا غادي تتمزق واليوم ولات عندنا قضية كندافعو عليها بالصباح والعشية قدس عاصمة ديال فلسطين قبلة الاولى ديال المسلمين العرب مسمر بغاو يدمر كيطبل في الماء في الخاوي كيزمر كنشوف اجيال كيركبهم الهبال اللي كيشوفوا اليهود كيشغل الاطفال الصغار فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات مشلية نسات القضية وهوية إسلامية فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات سات القضية وهوية إسلامية فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات مشلية سات القضية وهوية إسلامية فلسطين مظلومة عايشة مهمومة على الصيام اليوم شكون يرد اللومة أمة العربية ولات مشلية سات القضية وهوية إسلامية تجلو طيحو يديكم اليوم راه ديالكم غدا ديالكم فينكم انا رب مارت نقول لكم ولا عليكم.